بداية أنت تتساءل كضحية أنه في بداية مثلا الزواج أو العلاقة كان فيه يعني أذية وإساءة من هذا النرجسي لا يمكن لأي إنسان عاقل أن يمشيها أو أن يتنازل عنها. فتتذكر أنه كيف الموقف الأول القوي خلاني أمشي هذا، عشان كذا هذا النرجسي تمادى علي، شاف أني ضعيفة أو ضعيف فتمادى علي. هذا اللي صار، هذا هو الخطير اللي بتكلم عنه في الحلقة اليوم. هو أخطر النرجسيين، وهو اللي يخليك دون أن تشعر يعني تمشي سنينك معه وانت مو حاس. فمن هو هذا النرجسي؟ النرجسي هذا هو غالبا يكون في النرجسي الخفي. الصفات هذه، النرجسي الخطير غالبا يكون في النرجسي الخفي الضعيف المتلون. وبعطيكم 5 نقاط.